برحب بحضراتكم مرة أخرى في زراعة مباشر. كنت اتكلمت مع حضراتكم من فترة إن إحنا وإحنا بنتعامل مع القطاع الزراعي لازم نشوف بنعمل إيه. إيه احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة ويبقى عندنا جدول. إيه أهم المحاصيل الاستهلاكية وبنزرع منها قد إيه؟ بنستورد كميات قد إيه؟ المفروض إن أنا في النهاية يبقى عندي مستهدف. وده اللي بتشتغل من خلاله وزارة الزراعة، لكن أنا بتكلم في هذه الجزئية بطريقة مبسطة جدا. النهاردة لما أجي أتكلم على طبق الفول بلاقي ان احنا كمصريين بنستورده من الخارج، مع ان انا عندي اراضي ممكن استفيد منها استغلها، اقدر ان انا في النهايه اوفر العمله الصعبه اللي انا الاقتصاد بتاعي محتاجها النهارده في هذا التوقيت، وان انا ابتدي اوفر غذائي او غذاء المصريين عموما اللي محدش يقدر يستغنى عنه، لان دي عادات غذائيه ونمط غذائي وسلوك. خلاص الشعب المصري ليه عاداته الغذائيه ومنها طبق الفول المصري. النهارده احنا بنتكلم ازاي نوفره من داخل اراضينا المصريه. معايا على الهاتف المهندس عاطف حامد وكيل وزاره الزراعه بجنوب سيناء، برحب بحضرتك. طيب الى ان يتم التواصل مع المهندس عاطف. المهندس عاطف حضرتك معايا؟ ايوه. انا في البدايه طبعا برحب بحضرتك وبهنيك على هذه التجربه. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. ودي يعني ده دعم حقيقي فعلا لاقتصادنا المصري. النهارده لما نيجي نتكلم على الفول البلدي انا بتكلم على محصول بستورده من الخارج تقريبا اكتر من 90%. يا ريت تحكي لي التجربه دي كان شكلها ايه؟ هو طبعا انت عارف حضرتك ان التنميه في اي محافظه بتعتمد على محاور كثيره، ويمكن اهم محور من المحاور دي هو المحور الزراعي اللي موجود اللي بتقوم عليه العديد من الصناعات والحاجات اللي مطلوبه. وفي ظل الخطوات التنميه دي وتوجيهات مستمره للسيد خالد فوده محافظ جنوب سيناء ان لابد ان نخلي مدينه الطور هي تعتبر سله الغذاء لمحافظه جنوب سيناء كلها بالكامل. فاحنا مع خطوات التنميه بيبقى في تواصل مستمر مع المراكز البحثيه الزراعيه المختلفه، وبصفة خاصة مركز بحوث الصحراء لما له من باع طويل في دراسة الصحراء والأنشطة اللي بيقوم بيها على أرض محافظة جنوب سيناء. فإحنا كنا في الموسم الزراعي 15-16 بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء عملنا تجربة لدراسة إمكانية موائمة الظروف البيئية والمناخية لمدينة الطور لإنتاج تقاوي الفول البلدي مريوط 2. أيوة. وطبعا كان برئيس الفريق البحثي اللي كان مشارك معانا الاستاذ الدكتور سيد عمر عبد السلام من مركز بحوث الصحراء اللي هو المربي لهذا الصمت. تمام. اللي موجود، والحمد لله يعني كانت النتائج التجربه نتائج مبهره، وثبت امكانيه ان هو يتم انتاج التقاوي تحت الظروف البيئيه والمناخيه لمدينه الطور. فالموسم الزراعي السنه دي كررنا نفس التجربه الموجودة بزراعة ما يقرب من حوالي 100 فدان من الفول البلدي. عندنا صنف مريوط 2، عندنا صنف سخا 3 موجود، يعني بحوالي 6 أصناف من الفول مزروعين مع اختلاف مواعيد الزراعة اللي موجودة برضو موجودة، واختلاف بعض المعاملات السمادية اللي موجودة. أيوة. طبعا ده باشراف فريق بحثي متكامل موجود، ويمكن احنا بالامس كان معانا برضه لجنه من مركز بحوث الصحراء وعملنا زياره ميدانيه لاربع مزارع موجودين. المساحه اللي موجوده فيها تقرب من حوالي 60 فدان للفول. طبعا كانت الرؤية على الطبيعة تختلف اختلاف كلي وجزئي. دكتور أنا عايز أسأل على حاجة، المزارع دي مملوكة لمين؟ يعني دي مزارعين مستثمرين ولا فيها جانب تبع المركز بحوث الصحراء أو تبع الدولة؟ لا دي مزارع أهالي، إحنا بنقوم بالزراعة عندهم وبنديهم الإرشادات والتوصيات الفنية اللي مطلوبة إن هم يقوموا بتنفيذها على مدار الموسم. جميل جدا، طبعا يعني علشان يستوعبوا ده وإن هم يتعاونوا معانا أكيد أنتوا قمتم بمجهود إن أنتم توروهم الأصناف دي وإن أنتوا يعني يبقى عندهم ثقة إن هم يجربوا. إحنا في البداية قبل ما بنبدأ أي حاجة زي كده بيبقى في عمل برنامج تدريبي ودورة تدريبية مع المختصين
في المجال ده، وبيبقى فيها دعوة للمزارعين اللي هم مهتمين بالعمل الزراعي اللي موجود، وبيتم التنفيذ على في قلب أرض الواقع يعني في وسط المزرعة. يعني بتتم الزراعة باختلاف مواعيد بحضور الدكاترة اللي موجودين. المعاملات السمادية برضو زي ما قلت لحضرتك ان هي بتبقى معاملات سمادية مختلفة، تمام، بتتم في وجود الدكاترة بمتابعة مستمرة من الفريق طيب البحثي. التسويق، هتتدخلوا في التسويق؟ هيبقى ليكوا دور؟ هي جزئية التسويق لسه لحد دلوقتي يعني ما تطرقناش للنقطة بتاعتها. طبعا دي انت عارف حضرتك المزارع ممكن ان هو تبقى له حرية التصرف في المحصول بتاعه اللي موجود هو في انا الآخر. اقصد حاجه هنا دلوقتي، انا عندي فعلا منتج في النهايه، الحمد لله تسويقه في هذه الفتره مش هيبقى فيه اي مشكله، لان السعر العالمي بقى مرتفع، لان انا بستورد بالعمله الصعبه بالدولار، وان انا النهارده لما ازرعه عندي هيبقى اكيد سعره في تنافس في مصلحه الفلاح المصري. لكن الجزئيه المهمه ان انا بعد ما الدوله يبقى ليها دور ارشادي واصناف جديده ومركز بحوث الصحراء ومركز وبحوث البحوث الزراعيه ومديريه الزراعه، واحنا كلنا بنقوم بالمجهود ده، والمنتج ده في النهايه ممكن ان هو يعني ما يستفيدش منه المواطن المصري بالسعر المناسب، ان هو يبتدي التاجر يدخل ويبقى فيه احتكار للسلعه مره تانية، ويبقى فيه فرق سعر كبير ما بين تسويقه وما بين زراعته. ليه التعاونيات او التنسيق مع التعاونيات داخل المحافظه ما يبقاش ليه دور في التسويق، ان انا اتعاقد مع الناس دي من البدايه واديهم هامش ربح عادل، في النهايه يبقى عندي المحصول اللي الدوله كلها اشتغلت فيه موجود تحت ايدي. وهو دي الخطوات بقى اللي احنا لسه كنا بنتناقش فيها امبارح مع الفريق البحث الموجود، وكان مشارك معانا برضو من ضمن الجوله اللي هي كانت معموله بالامس امين عام نقابه الفلاحين في محافظه جنوب سيناء، ايوه على اساس ان هو بيبقى شايف النشاط الزراعي اللي هو اللي موجود، وفي نفس الوقت برضو هو ممكن الجزئيه بتاعه التسويق هيتدخل هو كراجل مسؤول عن نقابه الفلاحين، ويبقى معانا برضو الجانب التعاوني اللي موجود عندنا في المديريه ان احنا نحاول ان احنا نوجد لهم مصدر لتسويق ان المحصول شاء الله. بتاعهم طيب سواء داخل المحافظه او في المحافظات المجاوره اللي ان موجوده. شاء الله. حضرتك شايف سؤال اخير يعني مهم، ان احنا ممكن نحقق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي من عندكم في طور سيناء؟ يعني مش هنقدر نقول او نجاوب على السؤال ده يعني الا لما يعني ننفذ يوم للحصاد ونشوف المساحه اللي تم زراعتها المعطيات بتاعتها اثباتنا قد ايه اللي موجوده، ونقيس مستوى الاستهلاك اللي موجود داخل المحافظه. يعني لو احنا قدرنا ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي لمحصول الفول لاهالي محافظه جنوب سيناء يبقى دي نعتبر ان هي خطوه من الخطوات البداية، البداية ان احنا البدايه بدل ما بتاعتنا. السنة دي عندي 100 فدان، السنة الجاية يبقوا 200 فدان، يبقى في بالظبط شغل وفي بالظبط. مجهود. وانا بشكر حضرتك على هذه المداخلة، الله يخليك الله يخليك. المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.